القمة العربية لإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج. احنا شركة القمة العربية للتوظيف في الداخل والخارج، بنوفر لحضرتك جميع الكوادر المطلوبة بجميع التخصصات. وظيفة حضرتك ايه يا فندم؟ تميزت شركة القمة العربية بتحقيق تطلعات كافة العملاء من أصحاب الأعمال والمرشحين في الحصول على الوظائف. شركة القمة العربية للتوظيف بالداخل والخارج، ترخيص وزارة القوى العاملة وهجرة، بالخارج 856، بالداخل 72. أسست شركة القمة العربية شهر 9/2010 بفضل الله وتوفيقه. شركة القمة العربية اسم على مسمى بفضل الله. احنا بنسفر كل جميع الدول الخليج بأكملها، منها السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، البحرين. عندنا مميزات: سرعة في الأداء، سرعة في التنفيذ، مصداقية مع المرشح ومع صاحب العمل. كل مرشح على حسب وظيفته يقدر يبعت السيرة الذاتية بتاعته عن طريق الإيميل أو عن طريق الموقع. ممكن لو واجهنا شوية مشاكل في التسجيل في الموقع ممكن نبعت السيرة الذاتية على الإيميل، بس بشرط واحد، إن احنا نكتب المسمى الوظيفي في عنوان الإيميل. بعض الطلبات اللي ما بيكونش موجود فيها المسمى الوظيفي لا يتم النظر عليها. لو في وظيفة ليها أعمال زي وظيفة المصمم أو أيا كان، بيكون لي أعمال أو فيديوهات صور، ممكن برضو ان انت تبعتها مع السيرة الذاتية اذا كان على الايميل او على الموقع. الموقع متوفر في كل حاجة. لدينا بفضل الله القدرة على توفير الموارد البشرية، ولهذا تميزنا.